نظيرا لجهودهما ودورهما الكبير، بادر طلاب وطالبات السنة الخامسة بكلية طب الأسنان بجامعة عدن بإقامة ممرا شرفيا للدكتور نشوان العفيفي والدكتورة سناء الأغبري، تكريما لهما ولجهودهما المتميزة التي يبذلونهما في أداء الرسالة العلمية والتعليمية والبصمة الكبيرة التي تركاها في نفوس طلاب وطالبات الكلية وكانت سبباً في نجاحهم وتفوقهم. التواضع والحرص والالتزام جعلاهما يحظيان بالاحترام والتقدير من الجميع في الكلية، طلاباً كانوا مدرسين. نشاهد مشاهدينا الكرام هذا الفيديو من ممر الشرف الذي أقامه طلاب كلية الأسنان لهؤلاء الدكاترة. تفاعلها مع هذا التكريم ومع هذه اللفتة الطيبة من قبل الطلاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلوا وعلقوا وردوا على هذه المنشورات والفيديوهات. خلونا نشوف مشاهدينا الكرام أول تعليق، والبداية مع رضا الله يقول: ممتاز ولفتة جميلة، علشان الذي بقلب غرور من الدكاترة يحس إن محبة الناس والطلاب لها قيمة كبيرة. تعليق آخر مشاهدينا الكرام حول تكريم الدكاترة، وهذا التعليق هو لأبو عبد الله الوافي، يقول: شيء طيب ويلفت الانتباه من قبل الطلاب، يحسس الدكاترة أنه إحنا مقدرين جهودكم الذي تبذلوها من أجلنا في هذه الظروف الصعبة، ونكون مكملين لبعضنا البعض، يحفظ الله اليمن وأهله. تعليق آخر مشاهدينا الكرام، وهذا التعليق هو لبلال، وبلال يقول: الله ما أروعهم وما أجمل هذه المواقف، سلمت يداهم. تعليق آخر مشاهدي الكرام حول تكريم الدكاترة، وهو لفؤاد عبد الرزاق، يقول: فؤاد عبد الرزاق، لفتة جميلة ورائعة، عندما يقدس العلم ويحترم أهله ترتقي الشعوب. تعليق آخر مشاهدينا الكرام، وهو لهدى، وهدى سلام تقول: حلو، يشجعوا بقية الدكاترة يكونوا لطيفين وعلى قد الأمانة.